ادم منورنا في صدى البلد. يعني سؤال مهم، ازاي بقيت اطول من بابا كده؟ والله العظيم ما اعرف، انا صحيت بعد كام يوم لقيت نفسي طلعت كده. لا مو انا هعديك، قلت له مش هينفع كده، انا محتاج اقصر شويه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 17 سنه في مدرسه اي اي اس، ولسه يعني هتخرج بقى السنه الجايه وان شاء الله خير. ناوي تدرس ايه بعد ما تخلص الجامعه؟ ناوي ادرس محاماه. تسالونيش ليه، انا كنت بس هو انترناشونال لو، علشان بعد المسلسل، يعني المسلسل مفترض طرق اثر فيا في الحوار ده. بحس انه حاجه كويسه جدا ان انت تطلع وتتكلم، انا بحب اتكلم، بحب اقول واقول رايي في الحاجه وافكر في الحاجه بكذا شكل، دي حاجه بحب اعملها يعني. طبعا طبعا، بس يعني انا حاسس ان انا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل حاجه، ممكن اعمل فرق يعني، افيد الناس بحاجه. بس يعني ده بعمل اغنيه جديده اسمها بومبي. انا من صغري بعمل راب، بعمل اغاني كتيره راب، يعني مثلا عامل 360 اغنيه. كل مثلا اعمل اغنيه اروح اقول لابويا انا الاغنيه دي جامده ومش عارف ايه وانا عايز انزل بيها، يقول لي اتقل، عندك احلى، عندك احلى، عندك احلى، بتاع 3 4 سنين عندك احلى، لحد ما عملت بومبي والحمد لله كويسه. ومع الموزع ديزل ان شاء الله، ويعني بتشرف بالشغل معاه جدا وبوجه له التحيه من البلد، وان شاء الله هتبقى يعني لو عملنا فيديو كليب هيبقى اخراج اخويا الكبير العظيم العبقري احمد المصري. لسه ما فيش تاريخ محدد، لكن يعني ان شاء الله يا اما السنه دي، اما على اول السنه الجديده او الصيف السنه الجديده. يعني هنعمل كل حاجه، احنا جايين ننبسط، احنا حتى انا جاي هنا حتى انبسط بنجاح ابويا، وانبسط اشوف فنانين، اشوف اعلام، اشوف صحافه جميله. انا جاي اشوف ابويا بيحترم الناس ازاي، انا جاي انبسط داخل، حتى لو هدخل المجال هدخل انبسط. لا بيقول احلى كلام، يعني عمره ما بيقول كلمه وحشه عن اي زميل من زمايله، والله ما بقول كده عشان حاجه، انا من الاشخاص الصريحه اصلا. نعم؟ لا يزعل منها دي استاذة هند صبري جميلة. لا 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 مش الدرجة دي، اصل ده سياق الدراما وهي دي دراما، يعني ممكن الألم منطقي. اظن هو عمل خان الست، وخان الست مع انتمتها، ده روقها يعني. انا لو مكانها الصراحة اسيب المسلسل اعمل اي حاجة تانية. في البيت بقى بابا بيتعامل معاكم ازاي؟ كل واحد باهتماماته المختلفة، بيستقبل ده ازاي؟ شديد مش شديد؟ لا لا مش شديد، يعني انا بشوفه دايما لا متزن، وعنده كده فكر، وعنده ان هو عايز يخلي ولاده احسن الناس، وعايز يخلي ولاده احسن منه. ومش كل الابهات كده، يعني في ابهات بحس ان هم انانيين شويه، ولكن لا في ابهات زي ابويا بشوف لا انه عايز ابنه يطلع راجل من ظهر راجل. والحمد لله انا بحاول دايما ان انا ابقى على اكمل وجه عشان اشرفه زي ما هو مشرفني في كل حته الحمد لله. يعني ما نفسكش يبطل اكشن بقى ويرجع يعمل حاجات خفيفه كده زي زمان؟ هو والله هو ده، هو دي منطقته هو، بس يعني هو ان شاء الله يا رب. انا بقول له عايز اشوفك في حاجه كوميدي وكده، بس هو انا بشوف ان ابويا لا هو بتاع الحاجات دي، هي دي سكته يعني. انت اتسالت من شويه السؤال ده، بس انا عايز اساله لك تاني، فكره انه انت تمثل بس اختك ما تمثلش ليه؟ والله انا مش عارف اجاوبها ازاي، بس يعني هي فكره ان احنا يعني احنا عيله بنراعي قوي الموضوع ده، وشايفين ان احنا المجال ده نفسه صعب مش سهل، مش اي حد يدخل يسلك فيه. احنا مش عايزين نجيب لنفسنا حاجه وحشه، مش عايزين ان حد من عيلتنا يتجرح، او حد من عيلتنا يحس بالديبرشن او حاجه، لان الستات في المجتمع للاسف بيبقى فيه حاجه شبه سكسزم، يعني مش عارف اسمها ايه بالعربي، تحيز، يقول لك لا انت راجل تعمل، انت راجل ما تعيطش، انت ست تعيط، انت مش عارف. انا ما بحبش كده، بشوف ان الست زي الراجل، ولكن في التمثيل الموضوع متعقد شويه. بس لا طبعا في ستات كتير بتمثل ما شاء الله نجوم، يا استاذه ياسمين عبد العزيز، استاذه هند صبري، استاذه اساتذه كتير، لو قلت لك كتير مش هنخلص. بس احنا لينا وجهه نظر، وجهه بمعنى اصح. نورتني يا ادم، ويا رب دايما اشوفك في نجاح كده، ومستنيين الاغنيه.